الو ثواني شباب، تمام، سامعين حضرتك يا باشمهندس. عاملين ايه يا ولد؟ الحمد لله تمام، زي حضرتك. الحمد لله ان شاء الله. معلش، عامل ازاي؟ ونبدأ يا ولد، ممكن بس نبعت لزمايلنا. تمام يا باشمهندس.
يلا نبدأ أولاد. معايا أولاد؟ تمام يا باشمهندس. اتفضل. معلش على بشاعة الصوت بقى، بس عندي دور برد. ألف سلامة عليك. لو حد مش فاهم أي حاجة ولا حاجة من الصوت، كلمات مش مفهومة يقول برد. ما فيش مشكلة. كده كده برد من غير برد الكلمات مش مفهومة أصلا. طلاسيم بتتقال. طيب حظكم حلو قوي معايا. الحمد لله الحمد لله. هو الامتحان بس كان حلو يعني، الحمد لله عدت على خير. طيب قلت لكم الامتحان لطيف يعني، اللي هيذاكر هيعرف يعني يجت بسهولة يعني. لا تسلم يا باشمهندس. طيب انتوا شايفين الشير كده؟ تمام. الشير ظاهر. احنا عندنا بيش النهارده صح كده؟ بإذن الله. طيب بصوا يا اولاد، اول محاضرة ان شاء الله هي متقسمة لأكتر من جزء. بيبقى فيه أول جزء ده هيستوري على لينكس، فاحنا ده ممكن نخليه في الآخر يعني، خلينا واحنا بقوة تركيزنا يعني نخش على التو كوماند الجداد، السد والأوك. طيب تعالى ناخد السد كده. خلينا وده نفتح كده يا باشمهندس تكملة على الريد هات اللي احنا خدناه صح كده؟ هنعرف انه النهارده يعتبر تكمله كامله للريد هات. جوه الريد هات في حاجه اسمها باش سكريبت، ان انت تكتب كوماندز، الكوماندز دي تبقى اوتوماتيك تاسك، انت عايز تعمل تاسك بتكررها كل شويه، فانت عايز تكتب شويه كوماند لينكس وفيها بقى فور لوب واف كونديشن وحاجات زي كده. فانت هتعمل ايه بقى؟ عايز تكتب شويه كوماندز معاها بروجرامنج لانجويج، فتستخدم تمام. ساعتها واحدة من أنواع الشيل. إحنا متفقين إن الشيل أصلا كانت انتربريتر، لو حد فاكر يا أولاد الكلام ده. خليني أفتح الفولدر بتاع الدوكيمنت، فكروني إن أنا أعمل النوتس في الدوكيمنت. فايل بنسميه أنتو بايثون بني سويف صح؟ مش ممكن تعلي المايك شوية بس عشان الصوت واطي قوي. حاضر عيني اللي فيه. سامعين كده؟ كده تمام؟ انا حاسس ان ودي اكتر. ودي اكتر كده تمام؟ لا لا كده كنت بدلت ولا حاجة ولا كده تمام؟ يا ايه في الطريق يا محمد ونكتب المنتج. انا كده بتكلم سامعني؟ تمام كده ماشي. طيب طيب احنا اتفقنا يا اولاد ان احنا علشان نطبق كونسبت السي ال اي اللي هو كوماند لاين انترفيس، كنا بيكون عندنا حاجة اسمها تيرمينال، بعد كده بنكلم حاجة اسمها شيل، والشيل بتكلم الكيرنل صح كده؟ واتفقنا ان الشيل دي تعتبر انتربريتر صح كده يا ولاد؟ تمام. فاحنا ان شاء الله واحنا شغالين ان شاء الله في اخر اليوم النهارده او في نص اليوم كده هنبتدي نعمل ان في فايل هنسميه بقى، يبقى سكريبت، هيبقى فيه كوماندز لينكس زائد بروجرامينج بقى فور لوب وحاجات زي كده، وهنوديه للتيرمينال، والتيرمينال او الشيل يعني هي هتنفذه. بدل ما كنا بنكتب الكوماندز على التيرمينال هنبتدي نكتب الكوماندز جوه فايل سكريبت، وجوه الفايل سكريبت ده هنعمل له رن على التيرمينال فالشيل هتنرفزه. وصل كده يا ولاد؟ طيب ليه؟ علشان انت كل شويه انت كنت زمان بتكتب الكوماند هنا،
بتكتب كوماند وبعد كده بتروح على التيرمينال. طب افرض انت الكوماند ده عايز كل شويه تنفذه، عايز مثلا تنفذه كل يوم الساعه 11 بالليل مثلا، تاخد باك اب من السيرفر بتاعك. فانت هل كل شويه تكتب شويه الكوماندز دي؟ قال لك لا، قال لك حطهم في فايل، ولما تعوز تعمل لهم ران يبقى اعمل ران للفايل ده. فانت كده بتعمل اوتوماتيك تاسك. هنتكلم عن الباش وانواعه، يعني هنتكلم سوري عن الباش وامتى نستخدمه والحاجات دي ان شاء الله بكره. احنا النهارده عايزين نتكلم على تو تولز مهمين بنعمل بيهم مانيبيليشن للفايلز، حاجه اسمها سيد وحاجه اسمها لوك. خلينا نفتح التيرمينال كده ونبتدي نشتغل في السيت. لو احنا بصينا كده يا ولاد على السلايدز، تعال نبص على اول كلمتين نظري في السلايدز، هيقول لك ان السيت يا ولاد هي ستريم لاين نون انتراكتيف اديتور. يعني ايه نون انتراكتيف اديتور؟ يعني اديتور يا ولاد مش محتاج يقرا قبل ما يكتب، سوري قبل ما نرايت. احنا دلوقتي لو احنا فتحنا في اي يا ولاد لأي فايل عندنا في ميوزيك، هل عندي فايل مثلا فايل زي ده كتبت في مينا وسيف؟ لو انا فتحت الفايل ده اولاد هتلاقيه راح قرا الفايل ده اولاد قبل ما نكتب فيه، صح كده ولا لا؟ فده اللي بنسميه بنسميه انتراكتيف تول. الانتراكتيف تول يا اولاد زي الفي اي كده، بتحتاج ان هي تريد بفور رايت، صح كده ولا لا يا اولاد؟ انما السد واحده من التولز النون انتراكتيف تول، ما بتحتاجش تريد قبل ما ترايت. طيب فانت ينفع ترايت في الحاجه من غير ما تشوفها؟ طيب لو عملت كده يا اولاد ايكو هلو وعملت ري دايركشن للفايل، هل انا كده بقرا الفايل يا اولاد ولا انا بروح اكتب فيه كلمه هلو من غير ما اقرا الفايل اصلا؟ انا بروح ابند على الفايل، بكتب على الفايل من غير ما افتحه. فبرضك دي تدين كونسبت برضك في النون انتراكتيف، يعني تولز او دي حاجه نون انتراكتيف، صح كده؟ طيب الريدايركشن ممكن نعتبره ان نوع من انواع النون انتراكتيف، ان انا اروح اكتب في فايل من غير ما اقرا الفايل ده. طيب طبعا هو بيقول لك بيقوم بنفس وظيفه الفي اي، قال لك خلي بالك ان السد باي ديفولت ما بيعملش تشينج على الفايل زي ما هنشوف دلوقتي. يعني اي تعديل انت بتعمله في السد هو باي ديفولت ما بيعملش تعديل في الفايل غير تحت شرط معين هنقوله كمان شويه. طب تعالى نفهم السد بقى وتعالى نتعامل معاه. السد عشان السد يا اولاد عشان اتعامل معاها شايفين كده بيكون الشكل الاتي، سد وبنديها الفايل اللي احنا عايزين نتعامل معاه، وفي النص كده بنديها حاجة من دبل كوتيشن او بين سنجل كوتيشن بنسميه كوماند. حلو. السد بتعرف تعمل ايه؟ السد بتعرف تبرنت، بتعرف تدليت، بتعرف تيديت. يبقى السد بتعرف تعمل ثلاث حاجات اولاد، تبرنت، تدليت، تعمل ريبليسمنت او ايديت، تبديل يعني. حلو. طيب لو احنا جينا كده اولاد وشلنا الكوماند ده ورحنا حطينا وليكن 1 بي، يعني اتبع السطر الاولاني ودوسنا انتر يا اولاد، تفتكروا ايه اللي حصل؟ بصوا كده يا اولاد، طبع الفايل كله، طبع الفايل كله، بس اول سطر طبعه كم مره؟ مرتين.
طب بص تعالى لو احنا ادينا له 2 بي هتلاقوه طبعا الفايل كله برضك السطر الثاني طبعا مرتين صح كده ولا لا؟ اه تمام. تفتكروا استنتاج حاجه زي كده ايه؟ ان السيت يا اولاد باي ديفولت بتضرع صح؟ اه تمام. يعني السيت بتمشي يا اولاد على سطر سطر، هتسأل هتقول له هل انت السطر رقم واحد؟ هيقول لها اه، هتقول له انا هطبعك علشان عندي كوماند بيقول لي ان واحد بي، بعد كده هطبعه علشان انا باي ديفولت بطبع، بعد كده هاجي على السطر التاني انت السطر رقم واحد؟ لا، فانا هطبعك عشان انا باي ديفولت بطبع، انت السطر رقم واحد؟ لا، هطبعك عشان انا باي ديفولت بطبع. فهنا يا اولاد عشان السد باي ديفولت بتطبع، فظهر عندنا ان السطر رقم واحد اتطبع مرتين، ليه؟ مره للكوماند ان هو بيقول له اطبع، ومره يا اولاد علشان هو بيطبع باي ديفولت. طب ايه رايكم احنا عايزين نشيل الديفولت ده، نمنع الديفولت ده من السد؟ احنا مش عارفين السد، هنعمل من ايه؟ من سد. تفتكروا انهي كوماند يا اولاد، انهي اوبشن سوري بدوله يعمل يلغي الاوتوماتيك برينتينج؟ في اللي احنا شايفينه دلوقتي داش ان صح؟ لو حطينا داش ان يا اولاد هيقول لك اكسبريس اوتوماتيك برينتينج، احنا هنلغي الاوتوماتيك برينتينج صح؟ وهنعمل كولسترين على الاوتوماتيك برينتينج. تمام. يبقى لو احنا حطينا داش ان يا اولاد الداش ان هتديسيبل الاوتوماتيك برنت. طيب يبقى احنا لو جينا يا اولاد حطينا سيت داش ان 1 بي ودوسنا انتر كده اللي هيتبع ايه يا اولاد؟ الفايل اللي انا عايزه بس، الحاجة اللي أنا عايزها بس صح، اللي هو السطر الأولاني. طيب سد كده يا أولاد بتعمل إيه؟ كأنها كأنها بتعمل هيد صح؟ اه تمام صح. هيد سلاش اتش سي سلاش باسورد. افرض أنا عايز أخلي السد دي تعمل تيل، أنت عايز تطبع كده آخر سطر صح؟ قال لك آخر سطر عندنا برمز الدولار. لو احنا جينا اولاد حاطين بدل واحد علامة الدولار يبقى انت كده يا هندسة طبعت اخر سطر. لو انت عملت سد وشلت الداش ان واديتها الكوماند فاضي، فانت كده بتقول لها اطبعي كل الفايل باي ديفولت لانك السد بتطبعي صح؟ يبقى ده زي كات ولا لا؟ كده زيها صح. فاحنا لو كتبنا هنا كده سد يبقى ده زي كده زي الفل. كلام جميل. قالك مش بس السد بتعمل كده، قالك السد ممكن تديها هنا بقى هنديها الداش ان زي ما كنا هنقول من واحد لتلاتة بي. يبقى كده بنعرض من السطر كام للسطر كام يا ولاد؟ السطر الاولاني للسطر الثالث صح. ده لو احنا عايزين نعمله هنقول مثلا هيد هيد. تلاتة صح. طب لو احنا عايزين نعرض من السطر الثالث لغاية الخامس، فده لو احنا كنا عايزين نعمله زمان كنا هنضطر نعمل بايب لاين صح؟
كنا هنقول هاتلي أول خمسة بعد كده ابتدي من أول ثلاثة لخمسة، وبعد كده أنا عايز ثلاثة وأربعة وخمسة، فهعمل اثنين ماينس ثلاثة صح؟ آه. لو عملت كده يا أولاد هلاقي ده نفس الأوبوت ولا لأ؟ نفس الأوبوت. طيب السد بس بتعمل كده؟ قال لك لا، قال لك السد ممكن تديها ريجكس. لو انت عملت سد داش ان سلاش سلاش بي، قال لك هتديها ريجكس ما بين ما بين تو سلاشز كده. هل دي رولز يعني؟ هي داش ان في الـ في الهيد بتعمل ايه يا باشمهندس؟ داش ان داش ان هي لو انت شلتها يعني مش هلعب كتير، هي اصلا كانت داش ان هندسه وصلت اللي هي رقم يعني نمبر، بس انت لو كتبت الرقم على طول ماشي هيشتغل معاك برضك وصلت. تمام يعني لما اجي اعمل كده اعمل هيد ماينس 1 سلاش هيد سي سلاش باسورد، هي لو عملت داش ان واحد خلاص عارف يا بيه. تمام يا باشمهندس. زي الفل. تعال بقى نشوف موضوع الريجكس. زي ما كنا بنعمل الجريب بالظبط يا ولاد، قال لك احنا مثلا عايزين ندور على اي حاجه فيها كلمه روت. لو احنا كنا شلنا الكلام ده بدل سلاش سلاش وحطينا كلمه روت وادينا له جريب، هنلاقي ان نفس الاوتبوت طلعته بجريب صح كده ولا لا؟ يبقى هنا السد كمان بتعمل وظيفه الجريب. ده السد دي بتعمل حاجات كتير قوي زي ما احنا شايفين كده اولاد صح؟ احنا شايفين لغايه دلوقتي بتعمل الهيد والتيل والجريب، فما شاء الله عليها يعني. لا احنا ما كناش ضيعنا بقى وقتنا مع ادمن ولا ده لسه بقى تشوف الاوك كمان. طيب ممكن نفس الكلام بقى يا اولاد، هعمل هنا علامه الكاب كده، انا عايز اي سطر بيبدا بحرف الروت صح؟ صح. نفس الكلام في الجريب دوري، كنت بتحط هنا علامه الكاب. لو انت عايز مثلا اي فايل بينتهي، اي سطر سوري بينتهي بكلمه باش، هي لو انت كنت عملت جريب برضك بنفس الطريقه صح؟ لغاية دلوقتي احنا شايفين ان السد بتعمل حاجات كوماند ستاني. طب تعالى نشوف بقى كده لو السد عايزة تميز نفسها هتميز نفسها ازاي دلوقتي باللي احنا واخدينه ده. قالك ان انت ممكن تعمل كده هندسة، هاتلي من اول السطر اللي بيبدأ بروت لغاية السطر اللي بيبدأ بال بي من الى، فجاب لي من اول السطر اللي بيبدا الروت يا اولاد لغايه السطر اللي بيبدا بالال بي. صح كده يا اولادنا؟ تمام كده. طب افرض قلت له هات لغايه السطر اللي بيبدا بحرف الاكس، هيقف لغايه اخر اكس يا اولاد يعني مش هيجيب دي، اول اكس هتقابله هيقف. وصلت؟ تمام. فاحنا عملنا من الى يا اولاد كده بالريجكس صح؟ فروم
line start root لغاية line اللي بيستارت اللي بي، صح كده؟ قالك مش بس كده، ده انت كمان ممكن تعمل ميكس ما بين الأرقام وما بين ال regions. يعني انت ممكن تقول له هات لي من أول السطر رقم واحد لغاية أول سطر يبدأ بحرف ال S أو لغاية ال L B يعني. وصل كده أولاد؟ فانت كده عملت ميكس ما بين الأرقام وما بين ال regions. طيب تفتكروا بقى لو انا عملت كده يا ولاد، بصوا لو عملت واحد بي طبعا لك سطر الاولين، لو انا عملت واحد علامه تعجب بي، تفتكروا كده عمل ايه؟ اي حاجه ما بتبداش بالبي هيطبع كله ما عدا السطر الاولاني، صح؟ اول هيطبع كل حاجه ما عدا السطر الاولاني، علامه التعجب بي بتنفيرت، صح كده ولا لا؟ طيب لغاية دلوقتي هنا أولاد احنا كده كل اللي احنا عملناه ده أول حاجة في السد اللي هي البرينتينج، صح؟ شفنا حتة صغيرة كده من الديليتينج بشكل غير مباشر، احنا لو احنا طبعنا كله أولاد مع هذا السطر الأولاني مش هي هي، يبقى احنا طبعنا طبعنا كل حاجة ومسحنا السطر الأولاني. طيب بس هو فعليا ما بيمسحش، صح؟ هل الطباعة دي يا ولاد صح؟ ما انا كنت اسألك بقى، هل كده الفايل اتغير؟ طب مصيبة، ده انا بلعب في سلاش سي سلاش بس ده يا ولاد، صح؟ لا هو كده كده ما بيغيرش باي ديفولت يا ولاد الداتا دي، ها؟ تمام. طب تعالى بقى نشوف الديليت بقى الأصلي. هلا هنعمل سد واحد دي، لو دوسنا انتر هنلاقيه فاضي. بيفتكروا ليه فاضي؟ انه مسح خلاص. طب مش هو المفروض يجيب لي كل حاجة ويشلي منها اول واحد؟ انا هنا نغير له ان هو يدريت مش يطبع، ماشي؟ بس لاحظ حاجة، لاحظ ان هو كده ما مسحش السطر اساسا. انا لو بصيت على head minus one slash c slash password هنلاقيه زي ما هو، ما ينفعش نمسح في الباسورد يا ولاد، ها؟ ده السد ده مجرد حاجة بتحصل في الجي اي قدامي او حاجة بتحصل على التيرمينال قدامي وما بتأثرش في الفايل الاصلي لغاية دلوقتي. مش عارفين ازاي تتغير في الفايل الاصلي، صح ولا لا؟ فهو كده مسح وهميا. الفكرة بقى هنا فين يا ولاد؟ انا عايز الكوماند هنا بيقول لي امسح واحد دي، فانا عايز الغي داش ان هنا ليه؟ لان انا عايز السد يسال نفس السؤال، هل انت السطر رقم 2 مثلا، تعال نقول ان احنا عايزين نمسح السطر رقم 3، لو انا هنفست الكوماند ده يا اولاد فالسد هتمشي سطر سطر، هتقول لك انت السطر رقم 3 لا. طب هعمل معاك ايه؟ مش هعمل معاك حاجه، هل هطبعك باي ديفولت ولا انا لاغي الديفولت؟ لا لاغي الديفولت. طب انت السطر رقم 3 لا، انا 2 مش هعمل معاك حاجه. طب انت السطر رقم 3 همسحك، همسحك بشكل مؤقت يعني كانه جي اي او كانه على الترم فقط، بس هل انا شفت التاثير ده؟ لا. الحل هنا يا اولاد ان احنا نشيل داش ان. ليه داش ان؟ عشان يطبع كله. الله ينور عليك. السد كده هيمسك اول واحد، هيقول انت السطر الثالث لا، هيقول لك خلاص لما انت السطر مش انت السطر الثالث يبقى انا هطبعك باي ديفولت عشان انا بطبعك، صح؟ هيجي عند السطر الثالث يا اولاد هيقول انت السطر الثالث همسحك، فالديفولت لما يجي يطبع ما يلاقيش حاجه يطبعها، صح؟ فانت كده مسحت السطر الثالث. هل ارجع واقول ثاني يا اولاد، هل مسحت السطر الثالث من الفايل الاصلي؟ لا لا. احنا عاده يا اولاد بنبقى عايزين نعمل كده، عايزين مثلا نمسح السطر الثالث ونروح نحطه في فايل، فاهمين قصدي؟ يعني بنعمل مانيبيوليشن في حاجات زي كده، ما بنغيرش في الفايل الاصلي اصلا.
عشان تغير في الفايل الاصلي هندسه هتحط داش اي. بس انا لو عملت كده مصيبه، انا هروح العب في سلاش سي سلاش باسورد يا اولاد، مصيبه، محدش يعمل الداش اي يا اولاد، محدش يعمل الداش اي يا اولاد. هو انا كده يا باشمهندس معايا سورتي ان انا اقدر اعمل كده، ولا المفروض يقول لي يطلب مني سودو؟ هيطلب منك السودو طبعا، تمام. بس انت الجلاله بتاخدك صح ولا لا؟ بتحس ان الناس المهمين ممكن اخد منه كوبي بقى في عندي في الهوم دايركتوري واشتغل عليه براحتي بقى. اه ماشي. لو انت عملت كده ماشي، عايز تجرب السيت داش اي بتشينج don't use it in lab. ما عدنيش العيب كده يا اولاد، تمام. اهي اهي كبير اهي، اشد تحتها والله اشد تحتها ايه لوحدها سطر ولا يزعل بقى. وفي الاخر يقول لك انتوا بتعملوا لابات بتبوظ اللينكس. للأسف. طيب يا اولاد نفس بقى الكونسبت اللي احنا قلناه فوق، هو هو عايز تمسح مثلا الروت، اي سطر اي سطر فيه كلمه روت حلو. طيب عايز تمسح اي اي سطر بيبدا بكلمه روت، عايز ممكن مثلا امسح يا باشمهندس اول سطر هيقابله ولا كل السطور اللي بتبدا به؟ لا لو لو انت عامل كده يعني، انت لو مثلا قلت انا عايز امسح اي حاجه اولها اس، لو انت بصيت كده هتلاقي مسح اي حاجه اولها اس. وصلت؟ تمام. طيب عايز امسح اي حاجه اخرها نو لوجن، نو لوجن هتلاقي ده اللي اتبقى لك من الفايل صح كده ولا لا؟ ارجع واكد السيت باي ديفولت يا اولاد بتاثر في الاصلي؟ لا نفس بقى الكلام، لو انت عايز تمسح سيت اي حاجه بتبدا بروت، عايز تمسح من السطر التالت لغاية آخر سطر براحتك. صح كده؟ معلش يا ولاد استحملوني النهارده. هل سامعين صوت دوشه كبيره؟ لا تمام. بانكم اتخرمت ولا لسه؟ اول اي حاجه الفلتر عامل شغل حلو. طيب الحمد لله زي الفل، مع ان فلتر زوم يعني اقوى يعني، بس ما يعني كويس ان تيم عنده فلتر زي الفل كده. ده كان الديليتي. طيب اخر حاجه مثلا احنا عايزين نتكلم عليها في السيت، طبعا هنا بيقول لك ان السيت بتتعامل يا اما مع الارقام يا اما مع ريجولار اكسبريشن يا اما مع البوس. طبعا بتبرنت بتريموف بتشينج ات. سيت كده يا اولاد هتعمل ايه؟ هي هتطبع اي حاجه بتبدا لا مش اي حاجه بتبدا، ليه؟ لو كان بتبدا كان هيحط لك قصدي فيها روت. هتطبع. بس برضه كلامك مش دقيق. ليه؟ لان هي هتطبع كل حاجه واللي فيها روت مرتين. ليه؟ لان احنا مش لاغين الديفولت.
صح ولا لا؟ صح. انما هنا كده يا هندسه هتطبع اي حاجه فيها روت صح، لان لغينا الديفولت. طيب كده هيطبع ايه يا اولاد؟ كده هيطبع اي حاجه فيها مها والروت. لا، هيطبع من الى، طالما في كومه في النص يبقى من الى، مش هيطبع اي حاجه فيها مها واي حاجه فيها روت، لا هيطبع من مها للروت. خلي بالك السلايدز هنا بالصدفه ان مها وروت تحت بعض، فانت تفتكر ان هو كده طبع مها وروت بس، لكن هو ده يا اولاد من الى. ها طيب، دي من بس السطر هو رقم كده هيقف على اتفضل. السطر اللي فيه روت ولا هيطبع كله؟ لا، هيبقى اول واحد فيه كلمه روت وهيقف. طب انا لو عايز اخليه يجيب كله خالص بعمل ايه؟ هتلاقي في اوبشن جوه الست، احنا بناخد قشور من ناحيه، انت لو فتحت المن ست هتلاقي بلاوي يعني. هيبقى عندك اكيد حاجه بتعمل جلوبال وهكذا يعني. يعني هتلاقي في تولز هتلاقيها بتسبورتها جوه. هو البي اللي بعد رود دي لازمتها ايه؟ مع برنت البي اللي هو اللي جوه الكود بتبرنت. مش احنا اتفقنا انه احنا عايزين نطبع السطر رقم اول، السطر رقم واحد بنعمل سد واحد بي، واحد بي. كده هيطبع كل حاجه والسطر الاولاني مرتين. تمام صح. عايزين نلغي الديفولت، يبقى هنعمل داش ان. طب عايز اطبع اي حاجه فيها كلمه روت هيبقى سلاش سلاش روت. طب اي حاجه بتبدا بروت، فالبي فور برنت الدي فور ديليت سيت داش ان او اتنين، يبقى من السطر رقم اتنين لغايه اول سطر بيبدا بقص صح. طيب سد ثلاثة دي هيمسح هيطبع كل حاجة مع السطر الثالث، علامة الدولار دي هيطبع كل حاجة مع السطر الأخير، هيمسح هيطبع كل حاجة وهيمسح السطر من أول واحد لغاية ثلاثة، هيطبع كل حاجة وهيمسح من ثلاثة لغاية آخر سطر، هيمسح أي حاجة فيها روت. تعال بقى نشوف آخر حاجة وهي الـ change it. لو انا عملت كده يا اولاد سد وعملت هنا بقى اس، لو انا عملت هنا اس يا اولاد وقلت له شيل لي اي حاجه فيها ال بي وحط لي بدلها ماي ال بي، حلو كده يا اولاد. لاحظ ان انا بدات بسلاش، قفلت بسلاش وقفلت بسلاش صح. لو انا دوست انتر كده يا اولاد هنلاقي ان حول لي ال بي الماي ال بي يا اولاد صح، بس ما حولليش ولا دي، ما حولهاليش صح. ليه يا اولاد تفتكروا؟ عشان محتاج اقول له جلوبال، فاكرين جلوبال بتاعت البي اي؟ فانت لو عملت جلوبال هتلاقي ماي ال بي اتغيرت يا اولاد صح كده ولا لا؟ تمام. طيب هو كده بيعمل ايه يا اولاد؟ هيطبع كل حاجه بما فيهم التغيير صح كده ولا لا؟ صح، لان هو باي ديفولت بيطبع صح. فهو عمل تشينج ات زائد برينتنج باي ديفولت صح، فهيطبع كل حاجه طب لو انا عايزه يطبع التغيير بس تفتكروا نعمل ايه؟ نحط داش ان، هنحط داش ان صح، بس لو حطيت داش ان كده هنلاقيه انه غير من غير ما يتبع صح. حاجة اعمل له هنا بي يا اولاد، بس صح كده ولا لا؟ برنت صح، هنلاقي الطبع اللي هو غيره فقط. هاي برنت only the change.
طب افرض انا عايز اولاد ارن اكتر من كوماند، انا عايز ارن اكتر من كوماند جوه السيت، قال لك تعمل ايه؟ قال لك تعمل سيت داش اي بقى. لو عملت كده اولاد سيت داش اي، لو انا عايز اطبع السطر الثاني او الثالث والسطر الخامس بس، احنا محتاجين نحط هنا يا ولاد داش ان، صح كده؟ فلقيت طبعا الثالث والخامس بس يا ولاد، صح كده؟ تمام. طب افرض انا قلت له اطبع لي السطر الاولاني، وقلت له اي حاجة فيها روت اطبعها، ايه اللي هيحصل يا اولاد؟ هتلاقيه طبع السطر الاولاني مرتين، مرة علشان انا قلت له اطبع اول سطر، ومرة عشان في كلمة روت، صح كده ولا لا؟ طب لو انا عملت هنا قلت له شيل كلمة روت وحط كلمة مينا واطبع وخليها على مستوى جلوبال، هنلاقي مرة طبع علشان انا قلت له واحد بي، ومرة طبع الروت بعد ما غيرنا المينا، صح؟ ولاحظ التو كوماند دول بيتنفذوا ورا بعض، يعني هيمسك اول سطر يا اولاد هيقول له انت السطر الاولاني هطبعك، طيب هل انت فيك كلمة روت؟ هغيرك لمينا واطبعك، صح؟ علشان هنا في كوماند برنت. طب لو انا عكست، تعال نخلي الداش ايه هنا كده يا اولاد، ايه رايكم؟ تفتكروا ايه اللي هيحصل هنا؟ هنا بقى التغيير حصل الاول بتاع التشينج، فلما هيجي يطبع السطر الاولاني يا اولاد هيطبعه بعد التغيير، صح كده ولا لا؟ ايوه صح. وصلت؟ فهمتوا قصدي يا اولاد في الحته دي؟ هو جيت طبعه تاني بعد ما انا بعد ما اتعدل. انا قصدي ان التو كوماند دول يا اولاد بيتنفذوا ورا بعض سيكونس، هيمسك سطر سطر هينفذ عليه الكوماند الاولاني، بعد كده هينفذ عليه الكوماند التاني، لو في كوماند تالت هينفذه، كوماند رابع هينفذه، وهكذا، بعد كده اخش على السطر اللي بعده وهكذا. فهمتوني؟ تمام. تعالى بقى نشيل دي كده. زي الفل كده. كده احنا خلصنا سيد يا اولاد، ما اعتقدش ان فيها كلام تاني. طبعا سيد تول كبيرة جدا، كبيرة جدا فوق ما نتخيله، فاحنا قعدنا نتكلم على الحاجات اللي موجودة كلها فيها مش هنخلص، ولكن ده البيزكس، يعني ده البيزكس ريكويرمنت للسيد، يعني ان انت تتعلم ازاي تتريد، ازاي تتشينج، ازاي تتشينج ات يعني، او تعمل ريبليسمنت. الدنيا لغاية هنا تمام يا اولاد؟ نخش على الاوك. تمام يا شمس. الاوك بقى عايزين نشتغل بمايند سيت تانية. ايه بقى المايند سيت التانية؟ عايزين نكريت فايل يا اولاد. الفايل ده يا اولاد يبقى يا باشا في سكريبت بقى. خلينا قبل بس ما نعمل الكلام ده، خلينا مثلا لو احنا عايزين نجرب الاوك كده for your knowledge نعمل ايه؟ خلينا اول نجرب الاوك وبعد كده نعمل فايل ونكتب الكلام ده ونشوف اللي احنا عايزين نعمله. طيب نفس الكلام، الاوك بقى تول اقوى ليه؟ اولا الاوك يا اولاد تعتبر programming language، الاوك تعتبر programming language،
اسالكوا سؤال يا اولاد برضك حتى على جنب كده، انتوا بايثون صح؟ يعني ديفلوبمنت تمام. حتى كده على جنب يا اولاد، هو ال HTML وال CSS يعتبروا بروجرامينج لانجويج ولا لا؟ لا مش عارف احنا اتكلمنا في الموضوع ده ولا لا قبل كده. لا مش لغات برمجة. ليه مش لغة برمجة؟ بنسمي HTML Markable Language و CSS Style Language. ليه مش لغة برمجة ولا؟ مفهومش الأساسيات بتاعت البرمجة. مفهومش for loop، مفهومش if condition صح؟ صح. حتى برضك كده على جنب ما اتكلمنا فيها قبل كده ولا لا، لو انا عايز احط جوه ال HTML يا اولاد if condition وفول لوب والكلام ده اعمل ايه؟ جافا سكريبت. لا مش عايز جافا سكريبت، انا عايز فايل HTML احط فيه بروجرامينج، يعني احط جوه ال HTML جوه التاجز بتاعت ال HTML كده اكتب فول لوب، يعني اكتب فول لوب كده. ما خدناش في الكلاوز دي. ما لسه مش هتتكلموا فيها دلوقتي، بس انا بتكلم في النولج. تمام. في جينجا هندسه صح؟ في جينجا صح. ايه بقى الجينجا ده؟ تمبلت انجن صح. الجينجا ده حاجه اسمها تمبلت انجن يا ولاد، بس ده فور بايثون فقط. ها فور بايثون. طيب ايه بقى موضوع التمبلت انجن ده؟ قال لك انت بتكتب HTML يا اولاد جواه فور لوب وجواه العك اللي انت عكيته ده، بعد كده هتعديه على حاجه اسمها التمبلت انجن هيحوله لك لبيور HTML. حلو كده يا ولاد؟ طيب لو احنا فتحنا كده براوزر وبصينا على جينجا يا ولاد، هنلاقي ان جينجا هو تمبلت انجن زي ما احنا شايفين لو انتوا بصيتوا كده يا ولادنا. لو بصينا كده فور لوب مثلا، هنلاقي يا ولاد ان هتلاقي بيكتب حاجه شبه السنتكس ده كده، هتلاقي فور لوب مش عارف لاين ايه. انا عايز يبقى جواه HTML عشان يبان. طيب خلينا نخرج من دي. يس اهو مثال زي كده يا ولاد. ايه اللي حصل يا ولاد؟ احنا كاتبين فايل HTML صح؟ الباشا عمل ايه هنا؟ سامعني يا ولاد؟ الو. تمام مع حضرتك. طيب فالباشا عمل ايه هنا يا ولاد؟ الباشا عمل هنا فور لوب صح؟ بس هل الفايل HTML ده يا ولاد انا لو خدته على البراوزر هيفهمه؟ ولا البارسنج بتاع البراوزر ما يفهمش الكلام ده؟ لا مش هيفهمه. انا لازم اخد الفايل ده يا ولاد واعديه على التمبلت انجن اللي انا مستخدمه دلوقتي اللي هو جينجا صح كده؟ وبعد ما يعدي من الجينجا يا ولاد يعدي على البارسنج بتاع هيطلع بيور HTML وبعد كده يعدي على البارسر بتاع البراوزر صح كده ولا لا؟ طيب كل بقى لانجوج يا ولاد، كل لانجوج ليها التمبلت انجن بتاعها. يعني انت لو عملت نود جي اس مثلا تمبلت انجن هتلاقي واحد من اشهر التمبلت انجن في النود اكسبريس، يعني مشتهر قوي ان اكسبريس هو فريم ورك نعمل بيه الاي بي ايز والاتش تي تي بي ريكويست والكلام ده، ولكن هو برضك يعتبر تمبلت انجن برضك.
طب لو كتبت بي اتش بي يا اولاد تمبلت انجن هتلاقي حاجه اسمها تويج. وعيش بقى يعني، يعني خد بقى كل لانجوج والتمبلت انجن بتاعها. وصل كده اولادنا؟ طيب لو انا عايز اكتب بقى جوه السي اس اس فانكشنز وفور لوب والكلام ده، تفتكروا اعمل ايه بقى؟ احنا عرفنا ان احنا عايزين نخلي جوه الاتش تي ام ال فور لوب وحاجات زي كده هنستخدم التمبلت انجن. قالك السي اس اس عشان تخلي جواها فاريبل وفانكشنز والكلام ده هتروح بقى تستخدم حاجه اسمها السي اس. حلو كده يا اولاد؟ ريكومندد قوي يا شباب ان انتوا تبصوا على الساس ده، اعتقد بتاخدوه في المنحه اصلا. تمام. ده بيعمل سيمبل فانكشنز ولا ممكن يعمل فانكشنز كبيره؟ الساس دايما عارف، عارف فكره، عارف فكره اللايت، عارف لما تخش ويب سايت ويقول لك اللايت مود والدارك مود والكلام ده. تمام. غالبا بتتعمل بالساس لان انت بتحتاج يعني عشان تسهل على نفسك بتحتاج فاريبل، الفاريبل ده تخزن فيه قيمه فحاجات زي كده يعني، وبتعمل بيه فانكشنز كامله يعني. بس عشان تخلي السي اس اس فيها حاجه شبه البروجرامنج لانجويج هتروح تستخدم الساس. تمام. برضك عارف ان انت بتاخده بوت ستراب، طالما اتكلمنا في الحته دي برضك انا عارف ان انت بتاخده بوت ستراب. البوت ستراب ريسبونسيف فريم ورك، فريم ورك بيخليك تبقى ريسبونسيف. خدته فريم ورك، خدته برضك يفضل لسه ماشي، يفضل يبقى تبص برضك معايا يا اولاد على حاجه اسمها ماتيريال يو اي. بيعمل نفس الوظيفه ولكن برضك هو يعني ابتدى تشير مؤخرا. تمام ماشي يا اولاد، وانتوا بتذاكروا البوت ستراب يبقى ذاكروا معاه ماتيريال يو اي. طيب فعشان كده اولاد نقدر نقول ان الاوك بروجرامنج لانجويج. ليه الاوك بروجرامنج لانجويج؟ عشان فيها فور لوب، فيها اف كونديشن، فيها فاريبلز، فيها كل صفات البروجرامنج لانجويج. فالاوك يا اولاد هي تعتبر لانجويج لوحدها. يبقى اي حاجه جوه الاوك يا اولاد هل ينفع نعممها على اي حاجه في اللينكس ولا دي حاجه مستقله لوحديها؟ لا حاجه مستقله اكيد. يعني لما اقول لك مثلا ان في حاجه اسمها الدولار زيرو جوه الاوك بتعرض لك الكرنت لاين، لما بكره ولا بعده ناخد الدولار زيرو دي بتعمل حاجه تانية في اللينكس، هل تتضايق ولا تقول لي يا باشمهندس مينا دي الاوك ليها التولز بتاعتها اللي جواها، دي ملهاش دعوه باللينكس اصلا، دي بروجرامنج لانجويج لوحديها؟ لا ملهاش دعوه. ماشي كده اولاد؟ طيب خلينا بقى قبل ما نخش في الاوك نفهم هي الاوك بتعمل ايه اصلا، او لو احنا عايزين نفكر في الاوك اصلا نستخدمها ازاي. اولا يا اولاد هي الست كانت بتعرف تقطع الكلام باي كولوم، ولا كان اخرها تقطع الحاجه باي ريكورد تعمل جريب؟ تعمل جريب بس. فهي بتفلتر بالرو صح، ولكن ما بتعرفش تفلتر بالكولومز صح كده ولا لا؟ لغايه دلوقتي احنا ما شفناش حاجه زي كده صح. طب ايه رايك بقى نجيب لك تول اقوى بكتير، تول اقوى حاجه، اقوى تول لان تتعامل مع اي فايل هي الاوك. ليه؟ لان بروجرامنج لانجويج كامله. قال لك ايه رايك ان احنا لو مسكنا فايل، انا بالنسبه لي الفايل يا اولاد لو انا مسكت سلاش اتش سلاش باسورد، انا هقسم سلاش اتش سلاش باسورد يا اولاد للتالي كده. سمتها كولومز. اللي انت شايفه دلوقتي ده ايه؟ مجموعة من الكولومز صح؟ الفرق بين كل كولوم والتاني هما شرطتين صح كده ولا لا؟ بالظبط. حلو كده. طيب افرض بقى ان انا قلت لك هيبقى الفرق بين كل عمود والتاني الكولوم،
وشدت لك سطر كده وشدت لك السطر كده وشدت لك سطر كده وشدت لك سطر كده فانت هتقول لي يا باشمهندس مين، انا عايز افهم اكتر من معلومه، انا عايز اعرف ايه الفرق بين كل ريكورد والتاني، وايه الفرق بين كل عمود والتاني، صح كده ولا لا؟ اه ده كده بقى عامل زي تيبل بالظبط. فانا هعرف ان كل ان فرق كل عمود والتاني هي علامه الكولوم، صح؟ تمام. والفرق بين كل ريكورد والتاني هو الباك سلاش ان، صح كده ولا لا؟ هو ان احنا ننزل نيو لاين، صح كده ولا لا؟ بالظبط. طيب ايه رايك بقى ان انا لو خزنت الفرق بين كل ريكورد والتاني في حاجه اسمها الار اس اللي هي ريكورد سيبريتور، والفرق بين كل عمود والتاني هي حاجه اسمها الفيلد سيبريتور. حلو كده يا اولاد؟ حد متضايق لغايه هنا؟ اه تمام. طيب فاحنا عاملين فاريبل اسمه الريكورد سيبريتور وعاملين فاريبل اسمه الفيلد سيبريتور، صح؟ مخزنين فيه الديليمتر بتاع كل عمود والتاني، صح؟ والريكورد سيبريتور ومخزنين فيه الديليمتر الفرق بين كل ريكورد والتاني، صح كده؟ طيب وايه رايك انا هعمل لك، انا كاوك هعمل لك فور لوب لوحدي، اول مره هقفلك على السطر الاولاني فاعمل لك فاريبل اسمه ان ار، الان ار ده فيه نمبر اوف ريكورد، فاول مره هيبقى بواحد، تاني مره هيبقى باتنين وهكذا. حلو، يبقى مين اللي بيزود الان ار ده، انا ولا الاوك؟ لا الاوك. الاوك بيزوده على اساس ايه؟ على اساس الريكورد سيبريتور. فالاوك هيمسك اول سطر واول ما يلاقي نيو لاين هيزود ال ان ار بواحد ويخش على تاني سطر، صح كده؟ قالك ايه رايك بقى انا هعمل لك كمان فاريبل اسمه الدولار زيرو. ايه بقى هو الدولار زيرو؟ هو شايل الكرنت لاين، شايل الداتا بتاعت الكرنت لاين. يعني هسالكوا سؤال، لو كان ال ان ار ب3 يبقى الدولار زيرو ده شايل محتوى انهي سطر؟ هيا ولاد السطر الثالث. في الثالث. اه لو الدولار زيرو ده يا ولاد والان ار في سطر رقم 4 يبقى الدولار زيرو ده شايل محتوى السطر الرابع، صح كده ولا لا؟ اللي هو اخر ريكورد. ايوه، هو الدولار زيرو دايما شايل محتوى النمبر اوف ريكورد ده. يعني لو انا في الريكورد الثالث يبقى انا شايل محتوى الريكورد الثالث، لو انا في الان ار ب2 يبقى شايل محتوى الريكورد الثاني، صح كده؟ حلو كده خالص. طيب ايه رايك بقى ان انا في اول عمود هسميه دولار 1، تاني عمود هسميه دولار 2، ثالث عمود هسميه دولار 3 وهكذا طول ما انت ماشي. طيب نمبر اوف ريكورد هسميه النمبر اوف رو، هسميه ال ان اف، النمبر اوف فيلد ده نمبر اوف كولوم ولا ايه؟ يبقى تعالى كده بالراحه، انا عندي فاريبل اسمه ان ار، صح؟ ده بالانكريمنت باي رو، صح كده ولا لا؟ لو كان ان ار بواحد يبقى الدولار زيرو شايل الكونتنت بتاع الفيرست لاين، صح كده ولا لا؟ دولار زيرو ده يشيل الكونتنت بتاع الكرنت لاين. حد متضايق كده لغايه دلوقتي يا ولاد؟ عندي حاجه اسمها الار اس وده فاريبل شايل الريكورد
separator by default. بيكون بنيو لاين. عندي حاجة اسمها الفيلد الاف اس اللي هي الفيلد سيبريتور, وده بيكون بسبيس باي ديفولت. حلو كده ولاد؟ حد من داعي لغاية هنا؟ لا تمام زي الفل. ونفس الكلام لو الان لو الان ار بثلاثة يبقى في السطر الكونتنت الدولار زيرو فيها كونتنت السطر الثالث وهكذا. طيب عندي بقى حاجة اسمها الان اف, ودي فيها the number of field اللي هي نمبر الأعمدة. يعني عندك بقى الدولار 1 الدولار 2 الدولار 3 الدولار 4 وهكذا لغاية وانت مكمل. ده الكونتنت بتاع الكولوم الأولاني, ده الكونتنت بتاع الكولوم الثاني, ده الكونتنت بتاع الكولوم الرابع وهكذا. حد كده متضايق؟ لا تمام زي الفل. علشان بقى تستخدم الاوك طيب هو اي لوب يا اولاد؟ انت اخدت جافا سكريبت يا اولاد صح؟ تمام. اي لوب يا اولاد احنا بنعملها, بنعمل انيشاليزيشن وبعد كده بنعمل اللوب. اللوب ده بيكون فيه هنا البادي صح, ده بيحصل لها تكرار يحصل لها تكرار كل لفه يا اولاد صح كده ولا لا؟ بعد كده هنا انت صح يا اولاد؟ مش ده محتوى اي لوبينج يا اولاد صح؟ اه تمام يا باشمهندس. طب انا قلت لك ان الاوك كده كده باي ديفولت يا اولاد بتلف على السطور, فانا عايز جوه الاوك حاجة اسمها begin, ده بنعمل فيها الانيشاليزيشن. وعندي جوه الاوك تو كيرل براكت كده دول بنعمل فيهم البادي, ده هيتكرر every line مع كل سطر صح؟ او مع كل ريكورد صح كده ولا لا؟ تمام. بعد كده هنا في اند لو في مسج اخيره وبعد كده هتكتب هنا الفايل باس, ده محتوى الاوك يا اولاد. هل انت دايما لازم تعمل البيجن وهل دايما لازم تعمل الاند؟ لا. طيب لو انا جيت عملت كده يا اولاد اوك وفتحت كل براكت وكتبت سلاش سوري فتحت سنجل كوتيشن وفتحت كل براكت ورحت عملت كده برنت الدولار زيرو اوراق, تفتكروا كده ايه اللي هيحصل لي؟
هسألكوا سؤال. هيطلع أكتر لاين؟ لا، هسألكوا سؤال. هي السطر ده هيتنفس كل إيه؟ مع كل سطر، صح؟ ما هو مش ده جوه البادي يا ولاد؟ هل البادي ده بيتنفس في آخر سطر فقط؟ بعد آخر سطر؟ ولا اللي جوه البادي ده يا ولاد بيتنفس مع كل سطر جديد؟ بيتنفس مع كل سطر. حلو. يبقى أنا مع كل سطر جديد بيتغير الـ NR ولا لأ؟ هتقعد تتغير، صح. طيب، هل أنا اللي بغيرها بإيديا ولا الـ ولا 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 والأوك بيغيرها، بيعرف منين إن إحنا دخلنا سطر جديد؟ بسبب الـ RS، صح؟ الـ RS by default بنيو لاين، فهو عارف إن كل ما هننزل سطر جديد كل ما أنا هغير الـ NR، صح كده ولا لأ؟ تمام. حد متضايق؟ طيب، واحنا متفقين لو الـ NR اتغيرت يبقى الدولار زيرو محتواها هيتغير ولا لأ؟ لو الـ NR بواحد يبقى محتواها أول سطر، الـ NR باتنين يبقى الدولار زيرو محتوى تاني سطر، الـ NR تلاتة يبقى محتوى الدولار زيرو تالت سطر، صح كده ولا لأ؟ فأنا الأوك دي هتفضل تلوب بعدد اللفات بتاعت السطور، صح كده ولا لأ؟ فأنا مع كل سطر هطبع محتواه، فلو دوست انتر كده يا ولاد هتلاقيه زي الكات بالظبط. تاني يا ولاد. هو ايه اللي يعني هو ايه اللي بيغير السطور بتاعتنا؟ هو باي ديفولت الاوك بيشوف الريكورد سيبريتور بايه. الريكورد سيبريتور هو عارف ان الريكورد سيبريتور باي ديفولت بنيو لاين، فهو مع كل سطر، مع كل نهاية سطر هيلاقي نيو لاين هينزل على السطر اللي بعده. الأوك لوحده هو اللي بيعمل كده. تمام. ومع كل نيو لاين بيغير الـ NR بتاعته فبيروح طابع. صح. يعني عشان أثبتها لك، لو أنت جيت دلوقتي عملت جوه الأوك برينت NR هنا الأول واحد، عملت كومة دولار زيرو، هتلاقي ان قيمة الـ NR اول مرة كان بواحد باتنين بتلاتة باربعة. هل انت اللي غيرت الرقم ده ولا هو اللي غيره لوحده؟ لا. طيب، لما بتعمل جوه البرنت دي يا ولاد NR كومة، او يعني عملت الكومة، الكومة دي كأنها سبيس، فطبيع لك الـ NR وهنا سبيس، بعد كده السطر محتوى السطر ده محتوى الدولار زيرو يا ولاد، صح؟ تمام. كأنك عملت بالظبط كات داش ان سلاش اي تي سي سلاش باسورد، صح كده ولا لا؟ دي كأنك عملت كات هنا، عملت كات لسلاش اي تي سي سلاش باسورد. خلي بالكم برضك يا اولاد، نفس الكلام في الدولار 1 يا اولاد والدولار 2 والدولار 3. لو كان الـ NR يا اولاد بيكوال 1 يبقى الدولار 1 هو العمود الاولاني بتاع السطر الاولاني، صح كده ولا لا؟ انا بستخدم الـ NR في الرو والكولوم. هو عموما انا الدولار 1 دي فيها محتوى العمود الاولاني بتاع كل سطر على حسب الـ NR، وصلت؟ يعني وانس الـ NR بيتغير الدولار 1 دي قيمتها بتتغير. ها تمام، زي الدولار 0 بالظبط. نفس الكلام برضك الدولار 2 والدولار 3 وهكذا يا اولاد، فاهميني؟ يعني الدولار 1 شايله دايما قيمه العمود الاولاني، بس لو الـ NR بواحد هيبقى شايلة قيمة العمود الأولاني بتاع الأول سطر، لو الـ NR باتنين يبقى شايلة قيمة العمود الأولاني بتاع تاني سطر، صح كده ولا لأ؟ فأنا نفس الكلام لو جيت عملت برينت الـ NR مثلا والعمود الأولاني، العمود الأولاني والعمود الخامس اللي هو اليوزر نيم والكومنت، لو أنا دوست انتر كده يا أولاد هلاقي الرغيف ظهر. ليه؟ مين شاطر يقول لي؟
الديليمتر. شكرا. عشان الديليمتر يا بلاد صح، عشان الديليمتر باي ديفولت سبيس. احنا عايزين نغير الاف اس لكولوم صح كده ولا لا؟ صح. قدامنا بقى طريقتين، يا نعمل اوك داش في هنا كولوم فنلاقيه طبع لنا ال ان ار يا ولاد، بعد كده العمود الاولاني، بعد كده العمود الخامس صح كده ولا لا؟ تمام. طب افرض احنا عايزينه يطبع لنا كلمه كمان، يعني ممكن نعمل كده. بصوا ممكن نيجي هنا نقول له اللوجن نيم بتيكوال، وممكن نقول له هنا الكومنت بتيكوال، فهنلاقي هنلاقي كتب لي كلمه اللوجن نيم بتيكوال. ممكن نعمل كده هنلاقي يا اولاد ان اللوجن نيم بتيكوال روت، بعد كده راح شد لنا الخط ده، بعد كده الكومنت بتيكوال روت. وصلت؟ انا هندسه يعني ينفع تكتب ديليمتر داش اف ديليمتر، بس كان في ديليمتر مكتوب حضرتك كاتبه فوق حاجه هقول لك دلوقتي، هقول لك الاف اس صح. طيب لو احنا بقى عايزين نعمل الاف اس يا اولاد نعملها ازاي؟ ما انا قلت في طريقتين للديليمتر عشان نحدد الكاتنج للكولوم. في طريقتين، يا الطريقه الاولى داش اف، الطريقه الثانيه ان انت تحقق في الاف اس. هتعمل اوك وهتسال نفسك سؤال، هتعمل السنجل كوتيشن بعد كده سلاش اي تي سي سلاش واسو، وهتسال نفسك سؤال انت عايز تعمل انيشاليزيشن هنا صح؟ انت عايز قبل ما تخش اول لفه تكون الاف اس بت ايكوال كولوم صح كده ولا لا؟ تمام. بعد كده هناخد الكلام ده. اتفضل. لا مع حضرتك، مع حضرتك اتفضل. بعد كده هناخد الكلام ده كده اولاد ونحطه كبي، هل ان الكلام اشتغل ولا لا؟ فاحنا جينا عملنا initialization مع قبل اول سطر وعملنا الكلام ده صح كده ولا لا؟ طب واحد شاطر افرض لو انا عايز اعمل wc-l يا اولاد لسلاش /etc/password عايز اعملها بالاوك، نعملها ازاي؟ مين شاطر يقول لي؟ عايز اعرف عدد السطور. هعرفها عن طريق اللي هي ال NR بتاعت ال كلامك مظبوط. لو انت عملت اوك وعملت برنت هنا، برنت ال NR سلاش اتسي سلاش باسورد، كلامك مظبوط 100%. بس هل بقى تقعد انت تستحمل كل الطباعه دي ولا انت عايز تطبع اخر مره بس؟ هجيب اللي هي ال دولار زيرو. لا الدولار زيرو بيعرض المحتوى، انت عايز تطبع ال ان ار بس بعد نهايه اخر سطر صح ولا لا؟ نشوف ال ان ار بكام بعد اخر سطر. طب مين اللي كان بيتنفذ بعد اخر سطر؟ في الاند صح، الاند بلوك صح كده ولا لا يا اولاد؟ تمام. فاحنا لو احنا عملنا كده يا اولاد عشان يبقى خلصنا الموضوع ده بتاع اللوبينج ده، لو احنا عملنا كده وليكن مثلا تيست وجينا عملنا كده فيرست بس وجينا بدل ال NR ده عملنا لاست، السؤال هنا اولاد
الفيرست هتتبع كم مرة، التست هتتبع كم مرة، اللاست هتتبع كم مرة. هيا يا ولاد تخمين. الفيرست مرة، الفيرست مرة، مرة. الفيرست مرة قبل ما تخش اول سطر صح؟ الفيرست هتتبع مرة قبل ما تخش على اول سطر صح؟ واللاست هتتبع مرة بعد اخر سطر صح؟ التست بقى هتتبع امتى او ازاي؟ هتتبع بعدد السطور صح كده ولا لا؟ فاحنا عرفنا ان البيجن بتتنفذ مرة مع قبل ما اخش اول سطر، الكل براكت دي بتتنفذ مع كل سطر جديد، الاند مع بتتنفذ بعد اخر سطر. وصل كده اولاد؟ البيجن دي عامله زي الدوايل كده، ان انا بعمل حاجه وبعد كده بدخل على البادي. بص يعني ما تدخلش نفسك في الحته دي، انا بالنسبه لي البيجن هي انيشاليزيشن. تمام، فاهم قصدي؟ يعني اي حاجه عايز تعمل فيها انيشاليزيشن، انيشاليزيشن عايز تخش اول ما تخش اللوب يبقى الفاريبل ده بقيمه معينه، تعملها في البيجن. تمام، فاهم قصدي؟ زي ما وريت لك هنا كده، انت بتبقى عامل يعني انت لو عايز تعمل وايل كنت بتعمل ايه؟ لو احنا في البروجرامنج لانجويج هتعمل انت اي بت ايكوال 0، بعد كده هتعمل وايل وهتقول لو الاي طول ما الاي اقل من العشرة هنخش جوه اللوب هنعمل برنت. تعالى نعمل سم، ايه رايكم؟ تمام، هتبقى معرف فاريبل اسمه سم بت ايكوال 0 صح كده، وهتقول ان الصم بت ايكوال الصم القديمه زائد الاي صح كده، وهتيجي في الاخر تعمل برنت للصم صح. ده بالنسبه للاند صح كده، ده بالنسبه للبادي تمام، وده بالنسبه للانيشاليزيشن، وده بالنسبه للانيشاليزيشن. وصلت؟ تمام. ده اي ستراكشر للوبينج، اي لوبينج لازم تكون متكون من الاستراكشر ده، حاجه بتنفذها قبل ما تخش على اللوب على طول، حاجه بتنفذها مع تكرار اللوب، حاجه بتنفذها اول ما تخرج من اللوب على طول. ده اي لوبينج لازم تبقى من الاستراكشر ده صح كده ولا لا؟ تمام. نطلع بريك ونرجع نكمل بقى ازاي نستخدم. زي ما انتم شايفين كده ان الاوك يا اولاد الكوماند بتاعها كبير قوي صح؟ فهيبقى رخم ان احنا كل شويه نقعد نكتب على التيرمينال الكلام ده، فاحنا عايزين نبتدي بقى نكتب الاوك ده في فايل، والفايل ده نشغله على التيرمينال. فنعمل سكريبت لانجويج. تمام، وده اللي هنكمل بيه ان شاء الله باقي الكورس مع بعضين. هو ده يعني زي لغة البروجرامينج اللي احنا نشتغل عليها. ده هنكتب باش سكريبت كده من اول النهارده كده، هنكتب باش سكريبت يا مش. بس لسه من غير بقى لوبينج والكلام ده، احنا هنستخدم بس الاوك جواه يعني. تمام، الباش يا اولاد زي ما اتفقنا. اتفضل. ما فهمتش جزيرة الـ FS والـ dash F وكده. الـ FS الاوبشن ده. حاضر. طيب فاكر القط؟ انا عملت القط وحط العمود، قلت لها هات العمود الاولاني السلاش تي سي سلاش بص، هل هتشتغل؟ جابت العمود الاولاني ولا باظت؟ ليه بقى؟ علشان ما حددتوش ايه الفرق بين كل عمود والتاني صح؟ انا لازم اقول لها خلي الدامتر بتاعي كله، فهي كده عرفت تجيب العمود الاولاني صح كده ولا لا؟ تمام، لان الدايمتر باي ديفولت بسبيس صح كده ولا لا؟ الفرق بين كل عمود والتاني في القط بسبيس، فغيرت الدايمتر بالكولوم عن طريق داش دي. تمام،
حد من داي لغايه هنا؟ طيب نفس الكلام في الاوك، انا عايز اغير الدايمتر، عايز اتشنج الدايمتر. يعني انت لو بصيت كده على المين كات هتلاقي ان الداش دي دايمتر ايه، صح كده ولا لا؟ فانت عايز تغير الدايمتر، يعني انت عايز تتشنج. انت ازاي تتشنج الدايمتر؟ قال لك في الاوك في الاوك هتشنج الدايمتر بطريقتين. المسد الطريقه الاولانيه ان انت تعمل اوك داش اف كول دي باستخدام الاوبشن. المسد الثانيه باستخدام البيجن اول فاريبل بتاع البي اس using fs variable. فساعتها انت مش هتعمل داش اف هنا، هتعمل هنا begin fs with equal كولوم وتعمل سيمي كولوم هنا ولا حاجه، وتكتب الكل براكت بتاعك هنا وتكمل عادي. وصلت؟ دول الطريقتين اللي يتغير بيهم الدايمتر. تمام، يعني انا كده بقول له ان في البيجين اول ما يشوف الكولوم يعتبر ان ده كده يطعن هنا، يعني تغير الفيلد سيبريتور بطريقتين، يا بالداش اف يا بالفاريبل اللي اسمه فيلد سيبريتور. تمام زي الفل. تسلم فرنس حبيبي. حد عنده كده اي مشاكل يا اولاد؟ زي الفل كده. خلاص نرجع نكمل ان شاء الله نحط الاوك جوه فايل ونرجع نكمل مور اكزامبلز على الاوك. تمام يا باشمهندس. ماشي نرجع ال 10 او ال 5، خليها ال 5 مفيش مشكله. في اللوكال ريكورد ولا عايزين الريكورد؟ لا اقفل بقى لو كده، لو حضرتك كتبت